اليوم احنا حاضرين من مختلف الاقاليم والجهات، من جميع المنتزهات ديال المياه والغابات، من جميع الادارات، من جميع المراكز، بجميع الفئات نساء ورجالا بالمئات كيف ما كتشوفوا اليوم. جينا ماشي من اجل السياحه، جينا الان باش ناكدوا على تشبت هاد الموظفين بالمكتسبات ديالهم وبانها خط احمر وعلى راسها تعويضات عن التنقل. جينا باش نطالبوا بالتعجيل بالشروع في تعديل النظام الاساسي ديال الوكاله، اللي هو نظام اساسي فيه واحد العدد من الاختلالات يجب معالجتها ماليا وقانونيا. هذا الموضوع هذا بموازاه مع هذه الوقفه كان موضوع حوار دابا مع السيد وزير الفلاحه بحضور السيد المدير العام ديال الوكاله، وتم التاكيد على الالتزامات ديال الاداره بانها غادي تنفذ هاد يعني تجاوب مع هذه المطالب بما فيها التعويضات عن التنقل في هذا الشهر. وكذلك وزير الفلاحه التزم بمتابعه هذا الحوار داخل المؤسسه، خصوصا فيما يتعلق بالاختصاص ديالو كوصي على القطاع في مجلس الاداره ديال الوكاله، من اجل انه التعويضات او يعني التعديلات ديال النظام الاساسي المتفق عليها بيننا وبين الاداره يتم يعني وضعها في مسطره المصادقه على المستويات الاعلى. وشكرا. هذه الوقفه كتدل على الاحتقان الكبير اللي كتعرفوا الوكاله ديال المياه والغابات، بحيث هذه الوكاله من نهار خلقات وجات مكان المندوبيه مكان اداره مؤسسه عموميه، جات مكان اداره عموميه والمشاكل اولا يعني تم تجاهل النقابه بتاتا فضع نظام اساسي جديد للمستخدمين تاع الوكاله، لا يعقل هذا الشيء مرفوض. الحكومه كتكلم على مؤسسات الحوار الاجتماعي، حنايا كيدار واحد ستاتي بدون اشراك نتاع النقابه، وكاين هنا نقابه وحده الاكثر تمثيليه هي الاتحاد المغربي للشباب، هذه الاولى. واخطر من هذا انهم ذاك ستاتي الى يومنا هذا الاداره كترفض تسليم نسخه منه بشكل رسمي يعني النقابه، غير مقبول. واش تا داير واحد ستاتي لعباد الله وما عطيش نسخه؟ خصها ما ديك النسخه ماشي تعطي غير النقابه، خصها تعطي لجميع المستخدمين. ثاني احنا عندنا ملاحظات وطلبنا فتح حوار على هذاك الستاتي لان فيه عده اختلالات وعده نواقص، ولكن الاداره ماشي غير كترفض تحاور احنا هذه النقطه ورافضه حتى تسلمنا نسخه منه، راه هذا الشيء راه عيب. الافظع من هذا الشيء هذا انه كاين هناك تعويضات عن التنقل كتصرف للمستخدمين، يعني ملي كانوا من قبل موظفين في اداره عموميه منذ 40 سنه وكتجي دابا يعني الوكاله وكتبغي تراجع عليها، غير خطير، هذا غير مقبول، هذا خطير. لان اش غينتج على هذا؟ نقص في الاجور. واش الوكاله كتجي زياده تحسين تاع الاوضاع ولا كتجي يعني بانتقاص في الاجور؟ وهذا الشيء كنرفضوه رفضا باتا، والمسؤول على هذا الشيء هذا هو الاول، هو المدير العام والوزير تاع الفلاحه ورئيس الحكومه، ولكن المسؤوليه المباشره هي المدير العام. اللي خطر هو انه كاين واحد المدير تاع الموارد البشريه هو من هارجة وهو عنده سوابق في المعادات نتاع النقاب العمل النقابي، وبغى يفرض ديك العقليه هنايا داخل هذه الوكاله، وهو السبب تاع واحد العديد نتاع المشاكل من ضمنها هذا عدم يعني صرف هذه التعويضات عن التنقل. حنا بطبيعه الحال هذا مكسب 40 عام هو كيتعطى، ما يمكنش التراجع عليه، وإلا ما استجبوش لهاد المطالب هذا التوتر غادي يستمر وماشي في مصلحة نتاع حتى شي حد. وشكرا. اليوم جينا نقولوا كلمة ضد التعسف ديال المدير وديال المدير والموارد البشرية اللي منذ بداية الوكالة عرفنا تماطل، عرفنا تعسف، عرفنا الرجوع على المكتسبات، رجوع على الحقوق ديالنا، وعود كاذبة، وعود زائفة. بعد ما كاين نديروا معاهم اجتماعات كاينه محاضر ولكن كاين تراجع عليها، حقوق استنزفت، استهدرت حقوقنا، هناك تماطل، هناك رجوع، هناك لم نرى شيئا من الوكالة الوطنية. هذه ما اقل ما نقوله للوكالة.